وانا ليا حد في الدنيا دي غيرك. بس اللي انت بتطلبه ده لازم يتوزن، لازم نفكر فيه بالعقل علشان ما نندمش. وفاكرين ان ابو سنة خلاص كبر وعجز وخوخ؟ لكن انا هعرفهم انا بقى مين. ان ابو سنة ما هو زي اخوه. انا برضو حاسس انه مغير ومش هو. خلك شكله كبر وخرف، واللي باقي من مخه سلمه للعقربه مراته. ما تقوليش كده يا اما، ده الخال برضو. البت معبياه مننا يا خميس. محلوله محلوله بس بالهداوه بالهداوه. انا الفار بيلعب في عبري. الظاهر البت ضربه اسفين جامد قوي. انا عمري ما شفت ابو سنه بالشكل ده. وانا من ساعه ما جيت من السفر وهو متغير. معقوله البت تكون قالت له؟ قالت له ايه يا خميس؟ هي مين دي؟ الله شو؟ لا ده انا باخد ودي كده في حوار تاني. بقى البت رمانه قالت لك كده؟ بس انا ما سكتش مع علي وقلت لها انه ده مستحيل بعد عملتها السودة. بعدها رجعت نفسي وقلت اكيد عرفت غلطتها، وانا عارف ان قلب معاليك سو كايندي يعني بيسعى الكرة الارضية. لا خفيف، البت دي ليها مصلحة معايا وعشان كده طالبة تشوفني. بالظبط، هي قالت كده معاليك. قالت ايه بقى يا اخويا؟ قالت انها عايزة تستنجد بالباشا اللي هو سو كايندي. عموما احنا طول عمرنا بنعمل خير ونرميه البحر. اطلبها لي. يا رمان الباشا معاكي، اتفضل معانا. عايزه ايه؟ عرفت ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم. عيب يا خال، ده بقى افندينا ومش على اخر الزمن واحده ست اللي هتوقع بيتها. الست دي تبقى مراتي يا خميس. ومرات الخال يا خال يوم ما عيني تتجرأ وتبص لها في قاعها بصوابعي. وهي هتتبلى عليك ليه طيب؟ عشان توقفني قصاد بعض الوقفه دي وتقش اللي يطولوا ايدها. صلي على يشفع فيك يا خال، صلي على يشفع فيك والنبي واسمع خلاصه القول. عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. بصريح العباره كده انا يعني هوتها حبه على اللي في دماغها. بس ليه؟ ليه؟ كان عندي مصلحه تخصنا كلنا. انا كان كل غرضي ان اوصل لمراد براء النوح واجيبها في حجرنا، خصوصا ان شو بتقابلها عند الست بتاعت السحر والشعوذه اللي اسمها حنتومه. حتى اسالها. انا في البيت ده ايه؟ انا عايز افهم. انت كبير يا خال، انت كبير قوي، كبير العيله وكبير البيت في السن والمقام. لكن انا كان غرضي المصلحه، والله كان غرضي المصلحه. حتى الكردان ده كان عربون الشغلانه. من ورايا يا خميس. وانا ايه وانت ايه يا خال؟ ما احنا طول عمرنا واحد. هو انت يعني لو قصدت كرامه ولا حتى بنت الباشا في اي مصلحه هقفلك فيها؟ والبيت اللي على المحارة؟ بيت ايه اللي على المحارة؟ أنا لا أعرف بيوت ولا أعرف محارة. أنا اللي عندي قلتهولك يا خال وأنت عارفني كويس. قلتهولي؟ قلتهولي بعد إيه يا خميس؟ بعد ما شفت وتأكدت إنها عايز تضرب مفك ما بيننا. أنا بقيت متأكد من كده يا خال. بس أنا عارفك، عارفك كويس، وأنت مربيني وحفظهالي زمان، حفظهالي. فاكر يا خال؟ أوعى تدي ودنك لواحدة ست. اوعى يا خال، اوعى. سمعت انا اخبار في السوق كده ان المعلمين كلهم شاطين بسبب السعر اللي ضربته خميس. معلم هلا كان عندي وقال لي الكلام ده. طب وانت ناوي تعمل ايه يا كبير؟ خلينا بعيد.
خميس كده بيحرق نفسه وبيكتر عدوينه وكله في الآخر مصلحة. في زيارة ليك يا كبير. مين ياد؟ عم الجمال كلهم وعين أعيان نزلة السمان، حبيبك وحبيب أيامك، وأنا بسأل نفسي أنا مبسوط النهاردة ليه؟ علشان هشوف النوح بيه. أؤمرني أؤمرني يا سيد الناس. أمورك ده إيه؟ ده أنت اللي جاي عليا. جاي ليه يا مالت؟ حمامة السلام ومرسال الأحبة ولقمة العيش. قوم أنت روح شوف الشغل بره. ماشي يا كبير، هسيبك أنا مع مرسال الأحبة. استنى يا براء، ويت. وإيه اللي دخل براء في اللي بيننا يا مالت؟ بعد إذنك يا سيد الناس، المرسال ليكم انتوا الاتنين وبالاخص براء. انا ما تتكلم يا مالت. واحد عايزك يا فضيل. ابعت. ابصم لك بالعشره واضرب لك تعظيم سلام وانحني لك. ايه اللي جابك هنا؟ تكسب يا فندينا. خدت الراجل تحت بطك وبلفته بكلمتين وانا اديتني الكتف التمام. راجل مين وكتف مين؟ روحي شوفي حالك. حالي ومالي وكل اللي حيلتي هما اللي خلوني اجي على هنا. وبعدين الحق عليا يعني ان انا عايز اعمل باصلي واوعيك من الحربايه اللي بتحوم حواليك، والله اعلم ناويالك على ايه. حرباية مين؟ اللي رامي سرك في عبها ومديها الأمان ويا أخويا مش شايفة أمارة. تتكلمي عن مين؟ مطرة. مطرة؟ إيه الحوار؟ خش في الموضوع. خش فين بقى وترجع تنكر؟ انكر ايه؟ زي ما عملت مع الخال. ما انت جيت قدامه وجبت ورا وانكرت انك وديتني الشقه وفرجتني عليها. فاكر الشقه اللي على المحاره؟ بس يلا انا ما بقاش في دماغي ولا شقه ولا ديول. خش في الموضوع يا شوق انجزي. يا حوار مطره ناويالي على ايه؟ وحيفيد بايه دلوقتي؟ ما خلاص الشقة رايحة لصاحبة نصيبها. ماشي، قولي لي اللي عندك يا شو واعتبر الشقة لسه موجودة. يعني في شقة على المحارة خميس؟ خلي وانا وانا مريك يا خالي على الحوار، وهي اللي جت هنا عشان تقول لي على حوار مطر. يلا شوق.